خير بأسهم الجزاء. والخاطب الثالث من أخينا محبوب إلى أخينا عبد الرحمن من مسكن جديد، فعليه فليتفضل مشكورا. ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث متمما بمكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق، وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة في الآفاق. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق. أما بعد، حضرة المقربين والمحترمين، ونخش بالذكر والتعظيم مدير الدورة أسيان الأستاذ محمد طيب الذي أكرمنا وأعطانا، وإلى جميع الأساتذة الأستاذ نصير الحق وأستاذ عبد الواحد وأستاذ أنطا الذين أكرمنا وطعنا، والأنسى أيضا إلى جميع الحاضرون الذين أكرمنا وطعنا. هيا بنا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان في هذه الليلة المباركة، ونصلي ونسلم على خير البشر وسيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد هدانا من الظلمات إلى النور، قد هدانا إلى صراط المستقيم حتى نستطيع أن نفرق بين الحق والباطل. يا أيها الحاضرون رحمكم الله، في هذه الفرصة الثمينة سأخطب خطبة قصيرة تحت الموضوع المسلم الصالح. نعم، يا أيها الحاضرون رحمكم الله، المسلم الصالح ليس من يستطيع أن يتكلم باللغة العربية بالفصيحة، ليس كذلك، وليس من لبس الإزار بالمريكة مستامين بهائس دونغالا لامين وغير ذلك، ليس كذلك المسلم الصالح، ليس كذلك، وليس من لبس لباس الجميل كالقميص وغير ذلك واستعمل القلنسوة، وإنما المسلم الصالح هو يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصوم رمضان ويؤتي الزكاة ويحج البيت إذا استطاع إليه سبيلا. زيادة على ذلك، المسلم الصالح وجب عليه أن يقول قولا كريما ويتخلق بأخلاق حسن أينما يكون ومتى تكون، لا يحدده بمكان خاص. وكذلك أيضا المسلم الصالح من كان مسرورا قلبه إذا رأى أخاه في مسرور، ويحزن قلبه إذا رأى أخاه في مشقة، ليس بعكسه، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، صدق الله العظيم. الآية. يا أيها الحاضرون رحمكم الله، لا بد أن يفهم الجميع أن الإسلام ليس معتقدا بالزهد فقط، أعني في الشيء لطالب الآخرة فقط، ليس كذلك، وإنما الإسلام
Wa innamal Islam yashtamilu ala jami'i nawahi hayatin nas. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. ولذلك ليس المسلم الصالح الذي يعتزل بنفسه لطلب فضل الله ورحمته فقط ليس كذلك ولا يريد أن يطلب نصيبه في الدنيا وإنما المسلم الصالح يعمل دنياه لآخرته يا أيها الحاضرون رحمكم الله إن الله قد اهتركم الإسلام دينا ولذلك فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولزم عليكم أن تبخروا أنكم مسلمون ربما كفيت هنا خطبتي شكرا مني على حسن اهتمامكم وإن وجدتم مني الخطأ فهو مني وإن وجدتم الحق فهو من الله أخيرا هذا مني والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.